بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. try catch finally هي الجملة الأساسية اللي بنستخدمها في الـ exception handling. syntax بتاعها ممكن أعمل try وما بين try قلنا الكود اللي ممكن يضرب catch وبحط لها type، يعني لازم أحط exception type. أنا بمسك بكاتش نوع معين من أنواع الأخطاء وأحط الكود البديل أو اللي عايزه يشتغل. try ممكن تتحط مع catch، ممكن تتحط مع finally. أشيل كود catch وأحط finally، بس الكود بتاع finally كده كده بيتنفذ. كود try حصل ايرور هينقل للكاتش، ما حصلش ايرور خلاص هيعدي الكاتش. تراي مع فاينالي كود التراي بيتنفذ، كود الكاتش الفاينالي بيتنفذ. طب كود التراي ما تنفذش الفاينالي بيتنفذ. هنا برضو لما يكون تراي ممكن تركب مع كاتش مع فاينالي، يبقى كلهم مع بعض. كاتش مش هتنفذ الا لو حصل ايرور، لكن الفاينالي كده كده بتتنفذ. يبقى تراي وكاتش وفاينالي. ده الشكل التنفيذ، الشكل الايه المجمل بتاع الجمله لما تكون مكتمله. شكل اخير ان انا ممكن احط اكتر من كاتش. تراي واحط كاتش ويمسك اكسبشن تايب معين، يعني نوع من انواع الاخطاء، وبعديها كاتش ثانيه بتمسك اكسبشن تايب معين نوع ثاني من الاخطاء، وبعد كده احط كاتش ثالثه رابعه خمسه زي ما انا عايز، وفاينالي في الاخر سواء حطيت او ما حطيتوش ده اللي طبعا كده كده بيتنفذ. تعال نرجع نضرب مثال كده بسرعه على السريع في موضوع التراي كاتش فاينالي از ايه ستيتمنت من الستيتمنتس اللي احنا بنستخدمها في الجمل بتاعتنا او في اللغه. خدت كابي بيست كده من المثال اللي فات وجيت متعمل ايه تراي، واخد اللي هو المثال اللي كان فيه الداتا بتتقسم 100 على 10 واطبعها بس. قلت ايه عايزك تكاتش ايرور، سميته ايه نوعه، وقلت النوع ده اسمه اريثماتيك اكسبشن. الاريثماتيك اكسبشن ده النوع بتاع الخطا اللي هو ديفايد باي زيرو، تمام. وكل اللي هعمله هنا في الكاتش بلوك ان انا هقول برنت لاين الاي، الاي اللي هو الفاريبل بقى اللي شال كل الايه كل الديتيلز عن الايرور اللي حصل. طبعا لو الكود اتنفذ وزاوت ايرور يعني الكاتش مش هتتنفذ ولا هيبقى ليها وجود. انا عامل في الاخر برنت كود افتر تراي كاتش ليه؟ عشان افهمك ان كده كده لو في اي اكواد بعد تراي كاتش هتتنفذ عادي مفيش مشكله، لكن لما كناش بنعمل تراي كاتش كان بيضرب وكله بيكراش. المره دي في تراي كاتش ما كانش في عندنا مشكله. طيب انا دلوقتي خد بالك 100 على 10 يعني المفروض الكود يتنفذ صح. قال لي داتا ايه فاليو ب 10 وقال لي كود اتنفذ، ما تنفذش التراي اصلا الكاتش اصلا لان ما حصلش اي نوع من انواع الاخطاء. لما جيت بقى عدلت الكود خليته 100 على 0 اللي حصل قال لي جافا دوت لانج دوت اريثماتيك اكسبشن ديفايد باي 0 والكود افتر تراي كاتش اشتغل عادي، لكن بس مجرد البرنت لاين هو اللي ايه اللي جه، وبكده سيطرت على الكود بحيث ان الايه البرنامج يستمر ما يحصلش كراش.